بالعقل المسلم وأدواته في فهم الشريعة. العقل الآخر كيف تجلى أو كيف فهم الإسلام على هيئة موجات بامتداد عمر الأمة الإسلامية إذا كان العقل المسلم؟ حضرتك بتضرب مثاله الأول بالإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري. الخامس، نعم، الخامس الهجري، خواتيم الخامس وأول السادس، مات سنة 505 هجري، أول القرن السادس، ولذلك عد المجدد على رأس المئة السادسة. جميل، يعني احنا مع القرن الخامس وبداية السادس لما في فقيه مسلم بقامة ضخمة جدا 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 بدأ يتكلم عن مسألة التكفير وصفت المعاني واتضحت المعالم، فبيتكلم بيقول يا جماعه والله لو جينا ازاء مساله التكفير هنفكر بالطريقه الفلانيه او نحمل الامور على الايمان باكثر ما نحملها على الكفر. كيف تجلى العقل الاخر او العقل يعني مش احنا كنا بنعبر ونقول هناك منهج مستقيم وهناك منهج سقيم، يعني حتى طيب هفترض ان العقل المسلم هو العقل المهيمن او له الغلبه بامتداد عمر هذه الامه الاسلاميه. العقل السقيم متى ظهر في الامه الاسلاميه او متى يظهر؟ وهل يوجد قانون حاكم لظهور هذه الفكره؟ يظهر هذا العقل ويبرز ويتمدد ويمثل باب من الخطر ونيران قابله للاشتعال كلما غاب المنهج العلمي. أنا أكرر أن المنهج العلمي كلما وجد في العقل حقق عدد من السمات والظواهر تتجلى في خضاب الإنسان وفي كلامه وفي نسق معيشته وفي طريقة التفكير. المنهج العلمي الذي معناه أدوات العلوم، مناهج العلوم، فهم الوحي الشريف، إدراك الواقع والإلمام به، يؤدي إلى الوضوح، يؤدي إلى الأمان، يؤدي إلى الإبداع وتوليد العلوم، يؤدي إلى الإنسانية، يؤدي إلى شيوع مدارس العلم، يؤدي إلى جمع شمل الناس وليس النزاع والقتال، يؤدي إلى الوضوح فلا يؤدي إلى الضبابية ولا إلى اللبس. ولا المنهج العلمي حيث وجد تهدأ به النفس فلا تتسلط على الآخر، فلا تكفر ولا تعتدي ولا تحمل السلاح ولا تقتل، بل تعذر وتشفق وترحم وتكرم وتود. يبقى إذن الفرق كبير بين طريقة التفكير العلمي التي صنعت تاريخ للمسلمين في العالم يشيد به الدارس الحضارة في مختلف المدارس العلمية الكبرى والجامعات الكبرى، وبين شزاز من الآفاق وطوائف مختلة الفكر تبرز كل حين وآخر، وحينما يحتدم الأمر وتأتي وقفة جادة يوضع فيها هذا الفكر المنحرف والسقيم أمام البيان العلمي الجارف فإنه ينهزم ويضطرب ويتبين عدم الفهم وينكسر ويزول، زي ما أشرنا في حلقة إلى مناظرة ابن عباس للخوارج. أول ما بدأ يناظر وحاكمهم في ثلاث مسائل تبين أنه ما فيش فهم، ما فيش منهج، وتبين أنه من جنس ما يستدلون به من القرآن قرأ آية وأهمل آية. يعني النهاردة وهذه الفكرة التي مثلها أول من مثلها في تاريخ الإسلام الخوارج. نعم. الخوارج المتأخرين بقى بتوع هذا القرن. هل حضرتك رصدت أو يوجد لدينا رصد بوجه عام لحالات تابت أو تراجعت وأنكرت هذا الفكر وأدركت مدى عدم اتساق ومدى إجرامه؟ طيب، فكرة خروج الناس من هذا الفكر أنا رصدت فيها تيارين والخطوط بينهم باهتة جدا. في نمط من الناس بدأ يقول أنا خلاص عملت مجموعة مراجعات وتبت من هذا الفكر وخرجت منه، وعد عليه سنة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين ولم يظهر منه أي شيء. ثم فجأة ثارت الأحداث وعصفت العواصف فإذا به أشد مما كان تكفيرا. في نمط آخر فعلا حقق على أرض الواقع نمط من التراجع والتخلي الصادق عن الفكرة. يبقى النمط الأول كان تراجعه عن الفكرة مجرد تراجع للمراوغة، تراجع تكتيكي لو صح التعبير، تراجع شكلي. بل الأخطر من ذلك والذي ألفت النظر إليه بكل قوة، خواتيم السبعينات وأوائل الثمانينات كانت من أكبر مراحل اصطدامنا كمصريين بهذا الفكر، وعانينا منه الويلات، وظهرت أشد أمواج حملا للسلاح وتطرفا. في تلك الفترة بدأ عقل عدد من منظري تلك التيارات يدرك أن الكفة ليست في صالحهم، فقالوا إحنا نعلن التوبة والمراجعة
وندفع بأولادنا لدخول الأزهر الشريف حتى يخرج أولادنا بعد 10-15 سنة يرتدون الزي الأزهري ويحملون عمامة الأزهر، وأنا في البيت بعلمه نفس المنطلقات الإخوانية والسلفية. هذا عمل ماكر وفيه شيء من الخيانة، وقد ورد في الحديث الشريف يطبع المؤمن على كل خلق إلا الخيانة. وده اللي يفسر ليك، أنا أعرف نماذج يعني تتبعتها بعمق ودرست، أحدهم عنده من الأولاد 18 ابن أدخلهم جميعا للتعلم في الأزهر، للتعلم في الأزهر، وبيقول لهم عقائد الأزهر ضالة. طب إذا كانت عقائد الأزهر ضالة في نظرك، أمال ليه أنت حريص قوي أن كل أولادك يدخلوا الأزهر؟ فيقول لهم ذاكروا كتب العقائد بتاعة الأزهر، واكتب في الامتحان اللي موجود في الكتب عشان تنجح، وسيبك من كل هذا الكلام لأنه ضلال، وأنا هشرح لك العقائد عندي في البيت. وبالتالي يخرج الولد ده اختراق من الداخل، اختراق من الداخل ب18 ما شاء الله يعني. ده وخلي بال حضرتك الخطر فين؟ الخطر أنه التفاف ماكر على الوعي المصري وإعادة توليد الفكرة الإخوانية والسلفية مصدرة بهيئة أزهرية شكلية من الخارج لمعرفة العميقة بأن الشعب المصري يطمئن إلى الأزهر ويثق فيه. فده نمط من المراجعة الشكلية المحملة بقدر أكبر من المكر والدهاء والخبث والخيانة، للطعن في الظهر، للاستغلال لاسم المؤسسة اللي هو أصلا مش مقتنع بعقائدها. النوع الآخر من المراجعات أن في نماذج وليست بالكثيرة معدودة أثبت الوقت والزمن أنه بالفعل بدأ ينظر إلى هذا النمط الذي كان يعيش به من التفكير أنه نمط مرفوض وأنه غلط، وظهر عبر التاريخ الماضي خلال 20-30 سنة الماضية أنه صار من أشد المواجهين لهذا التفكير، وبمرارة وبحرقة وبألم. وفي سائر مقالاته وكتاباته ولقاءاته في التلفزيون نذر نفسه لتحذير العقول من نمط تورط فيه فترة ورأى مرارته ثم بدأ يحذر الناس منه.